السلام الله عليكم. الدكتور محمود السوس، علاج طبيعي وتأهيل، مهم جدا وللغاية الاستماع والتركيز على الأمور التي ستحسن وستضاعف الجهاز المناعي ونظافة الجهاز التنفسي بشكل كبير. حنتعرض اليوم على بعض الخطوات الواجب عملها مع بعض الزيوت، مع التبخيري، مع بعض التمارين، مع المواد اللي ممكن تساعدنا انه نخفف منها الأعراض التنفسية اللي احنا هلا معرضين لإلها بسبب الجائحة، الفيروسات اللي هلا منتشرة. ومن هون بوجه الدعاء لأهلنا في بلدتي وحبيبتي عنبتة في الضفة الغربية في فلسطين، لأنها بلدي منكوبة بسبب الكورونا. نتمنى السلام للجميع للوقاية والعلاج في نفس الوقت. اخترنا لكم هالوصفات هذه. اول شيء التبخيري هي عبارة عن مواد موجودة في الوعاء هذه، مواد مياه ساخنة. المياه الساخنة هذه بنضاف لإلها مواد طبيعية، هلا حنضيفها واحدة واحدة بهدف التبخير، لأن حنستنشق البخار الحاصل من الأعشاب هذه، وحفرجيكم طريقة الاستنشاق اللي ندخل كل هالمخلوط هذا للجسم للرئتين، وبعدها حنفرجيكم كيف الطريقة الصح لأخذ المواد هذه وتدخيلها لأسفل الرئتين وللمناطق اللي هي معرضة بشكل أكبر للالتهابات وللفيروسات وانتشار الفيروس كمان. وبعدين حنفرجيكم شغلة تعقيم وقتل في منطقة الفم قبل ما يدخل الفيروس، أو في حال وجوده وانتشاره في المنطقة هذه قبل ما ينتشر في مناطق تانية ويدخل على الرئتين، فإحنا بمقدورنا نعزز مناعة الجهاز هذا ونقوي وتكون الأمور أقل خطورة علينا لا سمح الله. في البداية أول شيء بدي أحطه اللي هي الملح. الملح الصخري أفضل الأملاح، يا إما الملح الإنجليزي، يا إما ملح الهملايا، يا إما أي ملح صخري موجود عندكم. إذا عذر تواجد الملح الصخري فاستخدموا ملح الطعام، بس الملح الصخري بيحتوي أكثر على البوتاسيوم، على الكالسيوم، على اليود اللي هو أساسي في قتل الفيروسات والجراثيم. غنيكم عن المغنيسيوم والبوتاسيوم وهي العناصر الكويسة اللي حندخلها عن طريق البخار المياه الساخنة. هاي حطينا الأملاح الهملايا. شو كمان ممكن نحط؟ بدون منازع بدنا نحط الزنجبيل لخصائصه. في يعني حكينا الملح لحاله هذا بنظف عملية الجهاز التنفسي بشكل كبير. الملح بكتر بعض الفيروسات والبكتيريا بمتصها. الملح بعزز من إفراز هرمونات مهمة جدا في الجهاز، في الغدد اللعابية. هاي الهرمونات لازم تنعمل مع الملح. الملح ومركبات الملح ضرورية لوجود هاي الهرمونات اللي هي أساسية في المناعة من المنطقة هذه، فإحنا بدنا نحفز المنطقة هذه ونحفز الرئتين كلها. فالجنجر لعناصره اللي بتوسع واللي بتلين واللي بتقتل الفيروسات والجراثيم وتضعفهم بشكل كبير إذا استنشقنا هالروائح الفعالة المنظفة. فهذا كمان بنضيف عليه شرحات على المياه. شرحات بحيث إنه يصير يعطي من هالنكهة هذه تاعت الزنجبيل. يعني بنحاول نعطيكم مخلوط من أكثر من شيء، أكثر الشغلات الفعالة لتنظيف وقتل
وتعزيز صحة الجهاز التنفسي والرئتي. بالنسبة للشغلة الأساسية الثانية اللي بدها تكون موجودة ونعززها لهالمكونات هذه اللي هو البصل. البصل باختصار عشان احكي لكم البصل شو فعاليته وليش بحطه هون، العلاج والوقاية الوحيدة اللي كانت متوفرة في عام 1987 في فترة الانتفاضة الاولى في فلسطين، السلاح الوحيد ضد غازات، الغازات المسيلة للدموع التي تشل الجسم كامل مش بس الجهاز التنفسي، وهي سموم فعالة لقتل المتظاهرين وتفريقهم وإزعاجهم. فالبصل كان هو الحل الوحيد في وضعه في الكمامة، شريحتين بصل لتخفيف هذه الأعراض وبشكل كبير، والحركة العادية في المظاهرات بدون التأثر في البصل. فباختصار هذا عن البصل اللي هو قاتل للبكتيريا، موسع كامل للجهاز التنفسي، بقتل كتير من الفيروسات وبضعفها بشكل كبير في هالمركبات اللي هي ضد الأكسدة، اللي هي بكفيك بتنشط الدورة الدموية. يعني الدهن على الصدر بالزيوت اللي هلا حنفرجيكم إياها اللي بنحط فيها البصل، هذا فعال كتير. استنشاق البصل لوحده طرق مستخدمة للقضاء على كتير من الأمراض التنفسية اللي هو البصل، واللي هو فيه مركبات كتير من الأدوية. يعني المركبات الأساسية لإلها بتكون المواد اللي موجودة في البصل. ممكن نقطعوا الكمية اللي بدكم إياها، وإضافة للتبخير هذه وللمحلول هذا مننا نصير نضيف هاد في عنا اليانسون. هاي زيوت عطريز، انتو بتحطوا هاي الشغلات افضل شغلات للجهاز التنفسي عشان بس التبخير تكون ممزوجة فيها الروائح الطبيعية هذه كلها. هاي هذا النعناع لخصائص الملينات وقتل البكتيريا والتعقيم وقتل الجراثيم. الريحان منعش، خفف ألام الرأس بشكل كبير، بيساعد على تليين الجهاز التنفسي، بيلين الحويصلات الهوائية اللي بدنا نوصلها هلأ عن طريقة التمارين التنفسية. جنجر، احنا حطينا جنجر طبيعي للتركيز أكثر واحترامنا الزنجبيل اللي هو من الأعشاب المعروفة في قتل وإضعاف. قطرات زيت الليمون، ليمون كويس كتير كمان وبعطي فعالية أكتر ريحة الليمون للتبخير هذه. طبعا ما أظن إنه في حدا، إذا في حدا عنده حساسية من هذا زيت الجنجر كمان بكفي. اذا هيك يعني حطينا اكثر من شيء، واساس المياه طبعا والملح هي لحالها تبخيري، لاضافة الفاعلية ضفنا البصل وضفنا النعناع والزعتر. اذا بدنا نضيف شومر، بدنا نضيف ينسون، بدنا نضيف اي شيء من هالاعشاب الملينة. في هاي الحالة ما علينا فقط الا نسكر بريك الشاي بالطريقة هذه، وهلأ كل البخار بده يطلع من هون وبدنا نفرجيكم كيف بدنا نتنفس. فهلأ البخار
الجهاز التنفسي عشان يشتغل بشكل جيد بحاجة لأكسجين، بحاجة لمواد تدخل شوية شوية. الجهاز التنفسي إذا أثرناه بصير نتيجة عكسية، بصير انقباضات. الانقباضات هاي بتعمل تضيقات مش توسعات. فعشان هيك احنا بنقولكم طريقة التنفس لازم تكون شهيق عميق 10 ثواني، اذا بنقدر من 5 إلى 10، ونبقي الشهيق هذا داخلي لمدة 10 ثواني اذا بنقدر، واذا اكثر بيكون افضل لانه هيك بنوسع اكثر. وبعدين نطلعوا، لما نطلعوا بدنا نطلعوا شوي 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 شوي، ما بدنا نطلعوا مرة واحدة، بدناش نثير، بدنا ننشط بس ما بدنا نثير. الإثارة بصير فيها تضيقات بالطريقة هذه. عشان ما ناخذ من الأنف أنا بفضل نسكر ونحاول ناخذ من الفم فقط. شوية قوية نشيل هاي تاعت الأنف لأنه التركيز أعلى بيكون، بتكون هواء بس من الأنف يعني ما بدخل هواء من اللق. فأنا شائر حل كل إشي فتح في منطقة الأنف، بس هلا بدي اخذ اقل لانه شوي شوي ادخل تركيز اقل من المواد القاتله هاي الفعاله، القاتله للبكتيريا والفيروسات اللي هي هذه البدن تاعكم بحاجه لها، لاشاله هذه السموم كلها من كل الرئتين ومن كل جهازكم التنفسي. المواد فعالة جدا، التغير بنشط القحة، هذه القحة الإيجابية اللي بنسميها، هاي القحة اللي بتثير الحويصلات وبتعمل على إزالة البلغم أو إزالة الشوائب أو الغازات اللي موجودة أصلا ومش ما فيها تغيير في الغازات. هاي بتكون راكدة وهاي هاي أساس السموم، الرطوبة والغازات الراكدة هذه في الرئتين اللي بتكون متركزة في أسفل الرئتين. إذا لاحظتوا دخلت النفس هاد، حاولت أدخله بشكل عميق بس النفس قد ما أقدر أطلعه بشكل بسيط شوي شوي. سكرت الفم لأني بدي يطلع من القناة الأنفية من الأنف مش من الفم، اللي أحفز ونشط كمان الجهاز التنفسي في منطقة الأنف وفتح المسامات هاي وأزيل الاحتقانات بفعالية المواد هذه. اللي ما بقدر يستخدم الطريقة هذه نفس المحلول فقط، ما عليكم إلا تشيلوا الغطاء تاعت الأعشاب هذه وفقط عملية التبخير التقليدية اللي انتو بتستخدموها في البيت. في هاي الحالة فقط بتحطوا البشكير بالطريقة هاي وبتقعدوا فوق البخار هاد اللي على راحتكم، تستنشقوا كل التبخير هذه من النعنع، من الزعتر، من الجنجر، من البصل، من الملح، كل هذه المزيج الفعال
لمدة 5 دقائق 10 دقائق. تخلوا الروائح هذه موجودة بشكل عادي في البيت. نفس الخليط لما يبرد بتحطوه. ونسيت احكي لكم كمان من الشغلات الرئيسية اللي حطناها اللي هو القرنفل. القرنفل فعاليته في قتل البكتيريا بشكل كبير, في اضعاف بديش اقول مناعة ضد الفيروسات في المنطقة هذه. يعني عن طريق الملح بنفعل الغدد اللعابية اللي هي غدد, والملح كويس كتير لتفعيل الغدد عن طريق الصوديوم والبوتاسيوم واليود والمغنيسيوم اللي موجودات فيه. فهذا العنصر قوي جدا في المناعة وفي وكشف الفيروسات هذه قبل ما تتكاثر وتنزل. كشفها وتعريضها أكثر لكل هذه المنظفات والأدوية. فإحنا ضفنا لكم كل المركبات هذه, يعني لازم تجيب نتيجة. هلا التبخيرة, غير التبخيرة نفس الشيء بالنسبة للطريقة الثانية اللي هي المضمضة. طبعا المعروف والمتداول المضمضة في الملح اللي هي فعاليتها اللي حكينا عنها هلا كيف بتنشط وبتعقم وبتنظف. الملح معروف يعني بخصائصه, خصائص الامتصاص, امتصاص لكل شيء سيء بيمتصه الملح. والملح ضروري لعمل مركبات وهرمونات ضرورية جدا في جهاز المناعة وتنشيط الغدد هذه. فإحنا بنضيف من المحلول هاد نفس المحلول بنضيف له لمياه طبعا باردة. هاي مياه باردة بنضيف له جزء من المحلول هذا اللي حنستخدمه في عملية الغرغرة. فطبعا المياه باردة ضفنا للحار فكانت الحرارة بتوقع كويسة. ومع موضوع الغرغرة يعني انا بدي انشط, مش بس اني احط الملح جوا وبدون حركة. الغرغرة هي عبارة عن وضع المحلول هاد داخل الفم لانه يوصل ويلامس الزور, وعمل تمارين داخلية للعضلات هاي لإثارة الدورة الدموية. يعني مش عملية بس ان نحط الملح ونطلع, هي عملية نحط الملح والحركات هذه نعمل التمارين هذه اللي بتنشط وصول المواد هذه بسرعة وتأثيرها بشكل كبير, لأنه في نشاط للعضلات وللأعصاب بشكل أكبر. فالطريقة سهلة يعني بس ناخد الملح نعملها 5 مرات كويس. اذا بنعملها كل نص ساعة كل نصف ساعة بس المضمضة في المسحوق هذا فقط كل نصف ساعة. بديش احكي انه بقتل, بس بدي احكي انه بضعف بشكل كبير وبيطور بشكل كبير القدرة المناعية على قتل الفيروس قبل ما يدخل لجوة. وهذا بناء على المكونات وبناء على الفعالية المثبتة لكل هالمواد هذه اللي حطناها, ومن بينها القرنفل كمان للتنبيه. القرنفل لوحده علاج مضمون لكل آلام ومشاكل واحتقانات الفم كمضمضة في بس القرنفل, فما بالكم كل المواد هذه. خلصنا من المضمضة هذه. نفس المواد هاي يا أساتذة, نفس المواد هذه اللي بنجيبها من هون بس تبرد بنحطها في رشاش زي هيك زي هيك. هذه بتكون معقمات, ماشي الحال, معقمات للأسطح, معقمات للهواء. يعني الملح لحاله إذا بنرشه لوحده هذا كله معقم زي ما حكينا, فما بالكم كل هالمكونات
ليش يروح للمعقمات اللي مش طبيعيه؟ هاي هي اللي قاتله الجراثيم، هذه بتحطها على الملابس، هذه بتحطها في الهواء، هذه بتضلك تحطها على ايدك وبتضلك تعمل المساج في ايدك. في هاي الحاله انت بتضلك معقم وبتضلك معقم الهواء والهواء اللي بتستنشقه. واذا بدكم بتروحوا ولازم تلبسوا كمامه، رشوا على الكمامه، رشوا على الكمامه المسحوق هذا اللي هو بنظف لكم كل شيء بيدخل على فمكم وعلى الجهاز التنفسي، وبعطيكم الهواء المشبع في كل هذه قاتلات الفيروسات والميكروبات والبكتيريا والمنشطات تاعت الجهاز المناعي والاساسيات لعمل كل الغدد الكويسة للجهاز المناعي لتنشيط الدورة الدموية وتنشيط الجهاز التنفسي اللي هو معرض لكثير من المشاكل، كثير منها التهابات، منها فيروسات، منها احتقانات، منها أمراض مزمنة قاتلة طبعا بسبب المشاكل هاي في الجهاز التنفسي. فكل العلاج هذا بيصلح للأزمة، بيصلح للحساسية، بيصلح لضيق النفس، صعوبة في النفس، قلة أكسجين، وجع راس، دوخة. إذا ضبطنا لكم المنطقة هذه بتكون الأمور كويسة في كل الجسم، كل الجسم بتأثر في أي نقص في الأكسجين. فإحنا بدنا ننظف الجهاز التنفسي وعن طريق هذه الأمور ونعطي قوة إنه يقاوم يقاوم يقاوم، نعطيه الدعم وننظفه. وآخر شيء بالنسبة للجهاز التنفسي اللي هو الزيوت، شو الزيوت اللي بدنا نحطها ونعمل المساج فيها قبل ما ننام يا دكتور؟ لأن هذه شغلة أساسية. أنا لما كل ليلة قبل ما أنام بساعة بحط من هالزيوت هاي اللي هلا حفرجيكم إياها، وبدهن صدري وبدهن ظهري وبدهن اللي على جنبي، فقط دهن بسيط لمدة 5 دقائق وتتركوا هاي العملية أثناء فترة الليل اللي هي تقريبا 8 ساعات بتناموا. بتناموا بأول شيء. شو هذه الطريقة حتسوي لكم؟ هذه الطريقة حتخليكم تناموا وترجعوا تحلموا أحلام كويسة. إذا بتلاحظوا في الفترة الأخيرة بطلوا الناس يحلموا، بطلنا نحلم. ليش بطلنا نحلم؟ لأن بسبب الضغط النفسي والمشاكل اللي بطلنا ندخل في المرحلة العميقة من النوم اللي هي المرحلة الثالثة في مراحل من النوم. هذه المرحلة اللي هي انتقال كامل لدماغنا الخارجي واخذ العمليات من دماغنا الباطن اللي هو 97% من الدماغ تاعنا اللي هو الدماغ الباطني. فاحنا في هاي الحالة ما بندخل في هذه العملية اللي هي اساسية في الراحة وفي عملية المقاومة للجسم والمناعة. والمناعة هو النوم العميق. وبطلنا نحلم. بس هذه الزيوت وهذه الطرق بتريح النفسية وبتخليكم تناموا بشكل عميق اللي تحلموا أحلام سعيدة، تحلموا أحلام سعيدة لأنكم حتشعروا بالراحة لما تصحوا من النوم. كيف هذه الزيوت اللي هي بتظلها معقمة كل الخلايا اللي في المنطقة البطنية والمنطقة الصدرية، يعني هاي الجسم بيستنشقها، يعني حتوصل للقلب، حتوصل للرئتين، حتوصل للمعدة، وهاي هي قاتلة السموم كله واللي بتعمل عملية إضافة قوة لجهازك التنفسي. فدهني واحدة في اليوم قبل النوم وتركها للصبح، هذا حيعطيكم. وأنا بحكي لكم عن تجربة شخصية، إنه شعرت بشعور على 3 أيام صلي بدهن المحلول هذا، بفتح كل الجهاز التنفسي، بخفف السعال بسبب الدخان والأرجيلة وهذه الأمور، بنشط الجهاز التنفسي بشكل كبير بحيث انك تحس حالك مصحصح منعنش بدون آلام، بتخف الآلام لأنه بيجيك أكسجين أكثر وبتروح مضاعفات الإثارة هذه في الجهاز التنفسي مع الزيوت هذه ودهنها. الزيوت هذه باختصار
الزيت الزيتون هو القاعدة الأساسية، ماشي الحال؟ زيت الزيتون القاعدة الأساسية لها المخلوط هذا. بنحط زيت زيتون. القاعدة الأساسية الثانية، الشغلات الأساسية، بنحط شوية ملح في المخلوط هذا، الملح. بنحط الزيوت هذه اللي استخدمناها، اللي هي الجنجر او الزنجبيل، النعنع، الليمون عفوا، انتو حطوا اللي بدكم اياه، ريحان، شو موجود عندكم حطوه. كل ما زدتوا مش خلطتوا فيش اي مشكلة، بالعكس فعلية مضاعفة. شفتوا كيف لما تنفستوا؟ الزعتر، اوريجانو، زيت الزعتر او الاوريجانو، كويس كتير. عنا هنا مثلا الروزماري، روزماري، عشبة الجبل، كويس كتير للجهاز التنفسي وللعضلات وارتخاء العضلات، لانه بدنا نعثر هلا على كثير اجهزه اللي هي بتخفف. في عندنا هون القرنفل طبعا اللي هو اساسي، زيت القرنفل او القرنفل المغلي من المسحوق، هذا بتدهنوه يعني يا زيوت يا بتحطوا البشكير في المسحوق هذا اللي بنغلي فيه وبتدهنوا على صدركم. نفس الفعاليه بس الزيوت فعاليتها اكثر. بدنا نزيد الموضوع احسن، بنحط شوية زيت لوز. زيت لوز معروف للبشرة ومعروف لقتل كل المركبات الكويسة اللي هي بتفتح وبتنشط وبتزيل وبتقتل. واخر شيء هاي موجود عندنا اللي هو زيت السمسم. زيت السمسم المعروف في كل الخصائص الكويسة. واللي بدي اياه منكم هلا هذا لمره واحده يعني بكفي لليله واحده، بس عشان تزيدوا الفعاليه هذه من الـ يعني حرام ما اعمل شيء وما اضيف له البصل اللي هو المكون الرئيسي لازم يكون لكل شيء بنسويه في الفتره الحاليه، من اكل فريش لتبخيره لمضمضه اذا بتحبه، او نحطه مع الزيوت بحيث المنطقة الخارجية والعضلات تستنشق ريحة البصل. وهاي في عنا صار محلول وزيت قوي ممكن تتقطع بشكل أقل لعمل مساج فيه للمنطقة الصدرية ومنطقة الظهر، لأنها كله المنطقة هذه يعني البطنية والصدر، بنحركه شوية فقط لأنه يمزج مع بعضه مع الأملاح. يعني أنا قاعد ريحته لحاله يعني إيه هاي التبخيرة، ماشي. يعني ريحة قوية طبعا لان هاي زيوت عطرية، عطرية معناته بتتبخر. يعني اذا بتحطوا الزيوت هذه بس على حرارة بسيطة او في منطقة حرارة شوي مرتفعة، هذه بتصير بتضلها تطلع بالهواء تبخيرة. يعني الزيوت هاي بتصير تطلع، او ان هي نفس التبخير اللي عملناها فقط على نار هادية او حرارة بسيطة، فهي بتضلها بخر الجو بالمواد الفعالة هاي اللي حطناها فيها. هاي يعني هاي كمان طريقة، ولازم في هذا المحلول في هذا الزيت بتاخده وبتدهنوا المنطقة الصدرية كلها من منطقة البطن حتى لو بدون تعك بلا شيء، بس إذا يعني بتكون مش تتعبوا بس تدهنوا دهن بسيط وتلبسوا جرزاي كويسة هيك دافية وتناموا هذيك الليلة مع حرارة شوي لانه هذه حتشتغل. واذا بدكم تضيفوا للفاعلية الزيت هذا، وانا هذا مجرب كمان، ضيفوا الكركم يا جماعة الخير، الكركم صح كتير.
الكركم. يعني اذا بتضيفوا معلقة كركم هذا كمان بضاعف. واذا بدكم اكتر كمان ضيفوا كرن فليفلة بس احمر هيك حار، وهذا بيسرع من عملية امتصاص هذه الزيوت. هذا هو الكنالة الكركم. الكركم كويس كتير لمشاكل الجهاز التنفسي، كشرب، كأكل، كبهارات، كدهن، يعني كل المواد اللي انتو بتعرفوها كويس كتير، هذه فعاليتها اكتر بكتير اذا بندهنها دهن عن طريق الجلد. هذه كلها المواد هذه اللي حطناها كلها صحية جدا لصحة الجلد. يعني هذه الاساسيات والمكونات اللي الجلد بده اياها وبحاجة لها. الكركم معروف في خصائصه ضد الاكسدة وقتل الجراثيم وكل البكتيريا، فبتضيفوا معلقة كركم وبتخلطوا مع هالزيت هاد، وبس ادهنوا بالزيت هاد، ما تسألوا في اللون، الجلد حيتنظف بعدين ثاني يوم تمسحوه بالصابون الطبيعي، صابون نابلسي، صابون أعشاب، ما تستخدموا الصابون الصناعي في الفترة هذه. الجلد عنصر رئيسي وجهاز رئيسي في جهاز المناعة. طبعا هاي الزيوت هيك جاهزة، هذه زيوت تصلة، زيوت مركبة من مواد طبيعية مفتحة، منشطة، قاتلة للجراثيم، قاتلة للفيروسات، وبتعمل على تليين العضلات بشكل كبير، لأنه غنية في المغنيسيوم وغنية في الكلسيوم وغنية في المواد هذه المشبعة فيها المشبعة، وهذه اللي بتريح العضلات والعظام والمفاصل، وبتأثر على الجهاز الهضمي بتريحه، وعلى الجهاز التنفسي وعلى الدماغ، وبتريح الجسم كله. يعني مجربها، فأنا بعطيكم عن تجربة، مديش حدا يكون لي حساسية، اللي خايف من الحساسية جرب بكمية صغيرة على منطقة واحدة وشوف كيف فعاليتها. إذا مش مقتنع بس خدوها مني، الشغلات هذه بسيطة فيش فيها خوف، مضمونة 100%، وأكيد حتساعدكم بشكل كبير إنكم تخففوا وتواقوا. وإذا أي واحد بحاجة بتوقع للدهن، أي واحد في المرحلة هذه، إذا مش وقاية علاج لتنشيط وتحفيز وزيادة سرعة الأكسجين الداخل وكميته، هذا اللي بدنا إياه في الوقت الحالي. بنتمنى لكم الصحة والعافية وأخذ الحيطة والحذر. ركزوا لي على الأمور هذه لأنها هي الشغلات اللي ممكن تساعدكم في العلاج البيتي الوحيد اللي متوفر حاليا لهذه الفيروسات اللعينة. شكرا على الاستماع. محمود السوس، الدكتوراه في العلاج الطبيعي والتأهيل، تحياتي.